فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة مرتان؟ لا يجوز هذا. قراءة الفاتحة ركن، والركن لا يكرر، الركن لا يكرر، لا يجوز تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة، لأنك تكرر ركنا من أركان الصلاة، ولا يجوز هذا. لكن لو أنك غلطت في الفاتحة، أو سقط منك آية، أو إنك أسقطت حرفا من حروف الآية، تعيد الآية التي وقع الخلل فيها، تعيد الآية التي وقع فيها الخلل. نعم.